بسم الله الرحمن الرحيم. البداية كنشكر الإخوان ديال زيون سيتي على هذه الزيارة من أجل التغطية ديال واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كاينة في هذه الفرعية. بالمناسبة هذه الفرعية اللي كتسمى فرعية عين الذيب اللي تابعة لمجموعة مدارس ولاد منصور، اللي كيف ما كتشوف معنا كاين الغياب ديال واحد المجموعة ديال المسائل اللي هي أساسية وضرورية. البداية غادي نهضر على أن هذه الفرعية كتضم حوالي 300 تلميذ، وكاين من كل مستوى كاين فوجين. كاين غياب، اولا كاين غياب ديال لونطوراج كيف ما كتشوفوا، كاين هذا مشكل كبير اللي كيخلي واحد المجموعه ديال يعني التلاميذ ديما يعني عرضه لواحد المجموعه ديال الاخطار. كاين الكلاب الضاله كتقتحم الحرم ديال الفرعيه. كاين كذلك الغياب ديال خاص حجرات، لان كيف ما كتشوفوا معنا كاين القسم الخامس والقسم السادس السنه الفايته اضطروا باش يصيفطونا القسم الخامس الفرعيه ديال عزوجات، وهذا مشكل كبير لان خاصه وان الطريق الوطني رقم 2 اللي كتربط بين سلوان وزيو هي اللي كتفصل دوار عين ذيب بمجموعه فرعيه عزوجات، وهذا اللي كيزيد كيشكل واحد الخطوره كبيره على الحياه ديال التلاميذ، مع العلم انه في السنوات الفارطه واحد المجموعه ديال الحوادث اللي وقعت على مستوى هذا الطريق، وكانت واحد المجموعه ديال الضحايا. لذا من هذا المنبر هذا نناشد الجهات المعنيه والسلطات المحليه انها باش تدخل اولا باش توفر حجرتين باش يكون باش القسم الخامس والقسم السادس يتابعوا الدراسه ديالهم بهذه الفرعيه، هذه من الناحيه الاولى. ومن الناحيه الثانيه يدخلوا باش يوفروا واحد لونطوراج من اجل حمايه هذه المؤسسه، هذا من جهه. كذلك خص الربط ديال الفرعيه بشبكه الماء الصالح للشرب، لان كتشوفوا معنا هما المراحيض تبنوا هذه تقريبا دابا شي رحنا غاديين العام ملي تبنوا، مازال ما تفتحوش، ولسبب واحد اللي هو الماء الصالح للشرب. اضيف الى ذلك انه حتى ملي كنهضروا على الحمايه ديال التلاميذ من مجموعه ديال الاخطار، هذا راجع ان الموقع ديال هذه الفرعيه اللي كتواجد في واحد البلاصه جايه بين واحد نقدر نقول بين جوج ثلاثه ديال الوديان تقريبا. كاين الواد من هذه الجهه، انه في الفيضانات الاخيره هذا الواد هذا قطع الطريق على التلاميذ ديال دوار عين ذيب. اضيف الى ذلك كاين من هذه الجهه كاين هذا الواد هذا اللي كيجيب واحد الصبيب عالي ومرتفع جدا وكيشكل واحد الخطوره كبيره على التلاميذ ديال الفرعيه، وكذلك هذه الساقيه هذه ديال الري اللي كذلك هي يعني غالبا ما كيكون الصبي ديالها مرتفع بالنسبه للتلاميذ ديال يعني كيشكل واحد الخطر كبير على التلاميذ ديال يعني اللي عندهم واحد السن ديال 10 سنين 12 عام. اضيف الى ذلك حتى هاد الطريق هذه الطريق اللي كدوز بالمحاذاه مع الفرعيه نشيطه جدا، كاين الجرارات اللي كي يعني واحد العدد ديال الطريق ما نخش في التفاصيل، هي طريق نشيطه جدا، وهذا كيزيد يرفع من النسبه ديال الخطوره على الحياه ديال التلاميذ. لهذا نناشد السلطات المحليه من هذا المنبر اولا باش تدخل باش تحمي هاد التلاميذ عن طريق توفير سياج لهذا، وما غاديش لا داعي انني باش نشير انه بالنسبه للمراسلات يعني راه والاخوه انا المهم لا داعي باش نحدد المعنيين بالامر، راه راسلنا مرارا وتكرارا جميع الجهات المعنيه والسلطات المحليه بخصوص هذا الموضوع، وراسلناهم بشكل عاجل. دابا ما بقاش غادي نقولوا غادي نراسلوا، لانه من هذا المنبر غادي نحملهم المسؤوليه ديال التلاميذ اولا اللي غادي يمشوا من هنا ديال القسم الخامس السنه دابا، راه الا ما توفروش هذا العام الحجرات راه السنه المقبله ان شاء الله غادي التلاميذ ديال الخامس كيف ما داروا العام اللي فات راه عندهم طبيعي جدا غيصيفطوهم الفرعيه ديال عزوجات، وهذا الشيء غادي يشكل خطر كيف ما سبق لي وقلت غادي يشكل واحد الخطر كبير على حياتهم، خاصه ان هذه الطريق هذه اللي جاريه الاشغال ديال تثنيتها تقدر تحصد ارواح لا قدر الله. ومن هذا المنبر نحملهم المسؤوليه لا قدر الله فيما ستؤول اليه. وكيف ما كتشوف معنا كاين هذا الطريق هذه اللي هو الممر الرئيسي للتلاميذ ديال دوار عين الذيب باش يلتحقوا بمقاعد الدراسه. هذا الطريق هذه في الامطار الاخيره كان غمرتها، كانت يعني كاين واحد القادوس اللي هو قادوس ربما قادوس صغير اللي ما كيتمكنش باش يتحمل الصبيب ديال 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 ديال, ديال التساقطات، والامطار غمرتنا هذه الطريق هذه وقامت يعني الاخر انجار في التربه بواحد العدد كبير. كانت انا حاولنا ما امكن اتصلنا بالجهات المعنيه واتصلنا بالسلطه المحليه باش يدخلوا انهم هذه هذه خاص يزادوا فيها قوات، لانه باش تجي. ولكن شنو كان الحل؟ كان الحل هو انه دونك جابوا جي سي بي، جابوا لنا طلعوا هذا الاخر طلعوا الحجر ما عرفتش، المهم هما قال لك راه صوبنا، ولكن انا كيبان لي ما تصوبوا له، لان هذا باقي المشكل قائم. غدا غادي التساقطات غادي يعاود الطريق تولي كيف ما كانت. لهذا من كذلك نطالب باش يكون يعني الا جينا نصلحوا خصنا نصلحوا واحد ندير واحد الخدمه اللي ما غاديش تعاود. الا كنا غادي نجيبوا جي سي بي باش نديروا خدمه بحال هذه، حنا بامكاننا كجمعيات ديال عين ذيب والتنميه والتضامن بامكاننا نديروا خدمه
اكثر واحسن من هذه، ولكن هذه خصها واحد، خصها تدرج ضمن دورات المجلس، وباش تخص لها واحد الميزانيه، ودار لها قنطره، او على الاقل خص يتزادوا قوادس. راه الطريق بحال هذه خصها على الاقل 4-5 ديال القوادس. المهم ما غاديش نكثر، نتمنى من الله الميساج يوصل للجهات المعنيه والاخوان المسؤولين، لان هذه لان الحياه كيف ما كان الحال، والحياه احيانا نتساءل علاش التعليم في بلادنا كيتراجع، علاش التعليم في بلادنا فشل. راه هذا واحد المشكل من المشاكل الرئيسيه اللي خلتنا نحتلوا المراتب والرتب الاخيره من في التصنيف على المستوى العالمي والعربي والافريقي. احيانا كما قال المعني بالامر، لو أدوا المسؤولون أمانتهم بدون مصالحهم الشخصية لساعدوا وسعدت البلاد بهم. السلام عليكم.